سورة الهود مكية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نظير وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يؤتي كل ذي, ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يغلون صدورهم ليستخفوا منه ألا هنا يستغشون ذيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما مِن دابة في الأرض إلا لله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان. أرشوه على الماء ليبلو ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعين كل إنكم مبعوثون من بعد الموت إلا يقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سهر مبين ولعن أخرنا عنهم العذاب إلا أمة معدودة معدودة لا ما يهبسوا على يوم يأتيهم ليس ليس مصروفا عنهم وهاك بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا كفور ولا إن